صباحي لكل المشاهدين ومتابعينا، تواصل معكم من خلال هذا الصباح وأخبار الساحرة المستديرة عبر الزميل والصحفي عثمان الأصباط. أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مشاهدي الشروق. نبدأ بفريق الهلال والأهلي المصري ونتحدث عن مجريات هذه المباراة يوم أمس. نعم، يمكن خسارة الهلال كانت منطقية وطبيعية، يعني للفوارق الكثيرة بين الناديين، الفوارق الفنية والبدنية والفوارق المادية. الأهلي فريق كبير، فريق قوي جدا، يعني له باع طويل وخبرة كبيرة في البطولات الأفريقية من سنوات، بطل القرن وصاحب الأكثر سجل تتويج في البطولات الأفريقية والعربية وفي الدوري المصري، ويملك لاعبين مميزين جدا. إدارته دار يعني لديها خبرة كبيرة، معظم الإدارين في الأهلي لاعبين سابقين. أيضا الأهلي يعني لديه خطة واضحة للتسويق فيما يتعلق بالاحتراف محترفين واستجلاب اللاعبين، لديهم مبالغ مالية كبيرة جدا في نظام وسيستم، فبالتالي الخسارة كانت طبيعية. رغم أن الجهاز الفني الهلال ساهم فيها، لأنه المباراة الجهاز الفني لم يديرها بطريقة جيدة. المدرب صلاح مدادم لعب بخطة دفاعية، اعتمد على دفاع المنطقة الكامل منذ بداية المباراة. وضع خطة دفاعية، 5 لاعبين في وسط الملعب، ولعب بمهاجم وحيد محمد موسى الضي. ده سهل من مهمة الأهلي كثيرا في أنه ينجح في الوصول لشباك الهلال، لأنه كان الهلال تحت الضغط وساعد مدافعي الأهلي في التقدم. لعب بمهاجم واحد، مدافعين الأهلي وجدوا فرصة للتقدم لمساندة خط الوسط والهجوم، فبالتالي الأهلي بكلياته أصبح هاجم منذ بداية المباراة. وضع الهلال تحت الضغط، ما في إرهاق بالنسبة اليوم، ما في هجوم. نعم صحيح، وضع الهلال تحت الضغط بشكل كبير جدا يعني، وتوالت الهجمات. جماعة سالم قصدت من الأهداف في كم كان كرة خطيرة جدا، ونجح في تسجيل الهدف الأول، وتسبب عبد اللطيف بوي في ركلة جزاء كان ما في داعي لها، لأنه كان هو خلف اللاعب، كان ممكن يتصرف بشكل أفضل في أنه ما يرتكب ركلة جزاء، ولكن اخطا في ارتكاب ركله الجزاء، ونجح الاهلي بتسجيل الهدف الثاني. الجهاز الفني مدير المباراه كان ممكن يلعب بطريقه جيده، يعني توازن في الدفاع والهجوم، كان ممكن يضع الاهلي تحت الضغط وكانت ممكن تكون شكلها افضل، ولكن ركل الدفاع وساعد الاهلي في مهمته كثيرا. بالتالي الشوط الاول كان فيه تفوق واضح، الاهلي كان اكثر تنظيم واكثر تحرك في الملعب، وتكتيكيا كان افضل كثير من الهلال. اخطاء كثيره في التمرير في خط الوسط، رغم وجود 5 لاعبين، لكن الاهلي كان كسب معركه الوسط، كل الهجمات بتطلع من خط الوسط، نجاح كبير جدا في تمريرات خاطئه، في وقفه، حتى وقفه لاعبي الهلال خطا لحظه تحركات وتمريرات، شاهدنا كثير من يعني اللاعبين 4-5 لاعبين قصاد لاعبين، فبالتالي كان في تفوق عددي واضح للاهلي، ده ساعده مهمته كثيرا في انه يسجل هدفين في الشوط الاول. ايضا الجهاز الفني اخطا في التشكيل، يعني كان ممكن ان يبدا بوليد الشوله، معروف انه في كثير من المباريات الافريقيه عنده خبره جيده، كان ممكن يكون في خط الهجوم افضل، يعني كان ممكن يشكل ضغط على مدافعي الاهلي ويحرمهم من التقدم، كان ممكن النتيجه تختلف. ايضا وجود بيش الصغير في الوسط كان يكون منذ بدايه المباراه على حساب نزار المرهق او دراج، كان ممكن او سليم محمد، كان ممكن شكل الهلال يكون افضل اذا بدا بوليد الشعلة وبش الصغير منذ البدايه. ولكن الجهاز الفني استدرك خطوه، والهجوم خير وسيله. نعم، في الشوط الثاني بعد ما اجرى تبديلات الهلال وضعه كان افضل، رغم انه ما تقدم كثير ولم يعني يهدد مرمى الاهلي كثيرا، ولكن كسب معركه الوسط، كان في خطوط في تغارب في الخطوط في اوقات كثيره في الشوط الثاني، ونجح في انه يسجل هدف وحيد.